بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello dear students everywhere. Welcome to a new video. Today إن شاء الله we are going to do a new example test. اليوم إن شاء الله حيكون عندنا نموذج اختبار نهائي. حنناقش فيه إن شاء الله القطعة الداخلية من ضمن طبعا سلسلة فيديوهات مراجعة للصف الثاني عشر. ابقوا معنا وحضروا ورقة وقلم وسجلوا الملاحظات اللي أنتوا بدكم إياها. Again. اليوم عندنا إن شاء الله نموذج اختبار تجريبي اللي هو تابع لمديرية الخليل. اليوم حنناقش إن شاء الله في هذا الفيديو اللي هي القطعة الداخلية. عندي هنا Reading Comprehension، حنطلع على قطعة الريدينج. طبعا حنلاقي إنه هذه القطعة من يونت 9، القطعة الأولى في يونت 9. إيش حنعمل؟ حنعمل الآن عصف ذهني ونستذكر إيش تفاصيل هاي القطعة. طبعا كان في عندي في الباريجراف الأول إذا بتتذكروا إنه كان في عندي رأي إنه هنا الـ Young Sport Players مالهم overpaid، إنه الناس بيحكوا عن لاعبين كرة القدم مالهم أجورهم عالية. طبعا هم أجورهم عالية وفي أسباب ليش إنه أجورهم عالية، وجاب لي هنا إكزامبل على جارث بيل وحكى لي قديش هو بيحصل على راتب سنويا وأسبوعيا. في الباريجراف الثانية طبعا حنحاول نقسم، طبعا باريجراف 1، باريجراف 2، باريجراف 3، وهنا باريجراف 4، طبعا هاي هم مرقمين. باريجراف 2 طبعا هنا بيحكي لي عن كتاب، طبعا نيو بوك، مين اللي كتب هذا الكتاب؟ واين بارتون. الكتاب هذا عن شو بيحكي؟ طبعا بيحكي لي عن قصص اللاعبين اللي انتهى مشوارهم في عالم الرياضة من سن صغير، وحكى لي ايش سبب انتهاء مشوارهم في عالم الرياضة اللي هو الإصابات، وجاب لي أمثلة حكى لي هنا على بعض طبعا اللاعبين. عندي هنا توني جيل وحكى لي وين الإصابة اللي أصابته طبعا، وعندي هنا دانيال جراهام وطبعا هذه والإصابة اللي هي طبعا كانت في in his arm. كل لاعب كانت له إصابة في عضو معين من جسمه. في باريجراف 3 تكلم لي، يعني خصص لي عن قصة معينة اللي هي جوليانو مايرانا، وكان له قصة مأساوية. طبعا بدأ مشواره في عمر 19، وطبعا اتدرج كان في نادي الهواة، بعد هيك انتقل لنادي مانشستر، بعد هيك لنادي الاحتياط، بعد هيك طبعا صارت عنده إصابة سيئة جدا جدا في ركبته، وطبعا ساب عالم الرياضة وانتقل للمهنة الأصلية تبعت عائلته اللي هي نقل الأثاث. تمام، طبعا هذا الكلام هي موجود عندي في باريجراف 4. فهذه خلاصة هاي الباريجراف. هيك لما بدنا نشوف في الامتحان نمسك القطعة ونعملها عصف ذهني ونتذكر تفاصيلها. هنيجي الآن للأسئلة. حكينا هنقرأ الأسئلة، بحكي لي هنا match the heading with the suitable paragraphs above. عندي هنا عناوين، تمام. العناوين هذه بدي أوصلها في كل فقرة، كل فقرة إلها عنوان زي ما أنتم شايفين هنا في فراغ قبل إيش كل فقرة. الآن العناوين عندي هنا tragic end، عندي هنا طبعا tragic end اللي هي نهاية حزينة جدا جدا. عندي هنا be an outstanding story، قصة طبعا مميزة، outstanding يعني مميزة مختلفة. see عندي هنا two young footballers fell on their way up، انه اثنين من لاعبين كرة القدم سقطوا وهم في قمة ايش مجدهم. عندي هنا دي footballers salaries are very surprising، تمام. هذه العناوين. الآن نشوف الأسئلة. عندي هنا what is the nationality of Garth Bell، how much money does he earn a year، إيش جنسية Garth Bell وقديش بيحصل على فلوس a year. ناخد بالنا إنه في عنا إحنا في التكس بيحصل قديش بيحصل أسبوعيا وقديش بيحصل سنويا، وحكينا إنه أنا موجود عندي هنا أربع فقرات، يعني على كل الفقرات لازم يكون موجود عندي إيش، يكون موجود عندي سؤال. عندي هنا number 2 according to the text what makes some people angry about young footballers، حسب النص ايش اللي بيخلي بعض الناس غاضبين من ايش لاعبين كرة القدم الشباب. number 3 what are the common things، الاشياء المشتركة among players mentioned in Why Barton's book، ايش الاشياء المشتركة ما بين اللاعبين، طبعا الاشياء المشتركة اللي مذكورة وين في كتاب واين بارتون. وهنا محدد لي A و B و C، يعني بده ثلاث أشياء تكون إيش مشتركة. نمبر 4 بحكي لي هنا How did the story of Giuliano Maiorana end tragically، كيف قصة جوليانو انتهت بصورة مأساوية.
بعد هيك عندي هنا decide if these statements are true or false according to the text. عندي هنا you hear many people say that young footballers are overpaid. بنسمع كتير من الناس بيحكوا إنه لاعبين كرة القدم أجورهم عالية. Number two, according to the writer, footballers face many dangers in order to be professional. حسب رأي الكاتب إنه لاعبين كرة القدم بيواجهوا العديد من المخاطر حتى يكونوا محترفين. Number three بيحكي لي all football players succeed to get to the top إنه كل لاعبين كرة القدم بينجحوا حتى يوصلوا للقمة. طبعا عندي هنا بعد هيك دي اللي هي complete the following table، حكينا سؤال التابل وسؤال المخططات، سؤال مهم جدا. عندي هذا الجدول جايب لي هنا name of a player اسم اللاعب و kind of injury ونوع الإصابة، يعني كل لاعب وين الإصابة اللي كانت خاصة فيه في أي عضو من جسمه. بعد هيك في عندي هنا ايش الريفرنس اللي هي 13 مليون، عندي هنا هو، عندي هنا ات، عندي هنا ذات. الان يلا نيجي نعمل ريدنج لكل باراجراف حتى نقدر نحل السؤال الاولاني اللي هو طبعا سؤال الهيدنجز اللي هو سؤال التايتل. بحكي لي هنا ار توديز يونج سبورتس ستارز اوفر بيد، هل انه لاعبين اجور لاعبين كره القدم الشباب مالهم عاليه؟ It's an opinion you'll often hear repeated. Okay. بحكي لي هنا إنه رأي حتسمعه كتير. طبعا عندي هنا من أول سطر أنا بقدر أعرف التايتل، عندي هنا الهيدنج المناسب. هنا بتكلم لي عن إيش؟ بتكلم لي overpaid، تمام؟ يعني بتكلم لي عن السالري. طب نكمل عشان إيش؟ نتأكد بزيادة. Especially in the world of football، خصوصا في عالم كرة القدم، the figures are astonishing. When the Welsh player Gareth Bale joined Real Madrid in 2013، بحكي لي اللاعب الويلزي غارث بيل، هاي الآن أنا لقيت برضو جواب سؤال تاني اللي هو جنسية غارث بيل. بحكي لي his reported salary، برضو تكلم لي هاي salary، أكدت لي على العنوان اللي أنا بدي أختاره لهذه الفقرة، was around what 250,000 pound a week، إنه بيحصل على هذا المبلغ a week، تمام؟ ناخد بالنا. Or if you prefer 13 million a year، تمام؟ هاي عندي كمان إيش؟ كمان جواب لسؤال تاني، قديش هو بيحصل سنوياً المبلغ اللي بيحصل عليه. So every week he earns as much as the average real supporter makes in 10 years. This may be an extreme example, but there are a lot more footballers around the world earning almost as much. فالآن أنا من هاي الفقرة تكلم لي عن إيش؟ تكلم لي عن أجور اللاعبين وأداني مثال اللي هو غارث بيل، يعني التايتل المناسب لهاي الفقرة اللي هي دي Footballers salaries are very surprising، تمام؟ فهنجيب التايتل، تمام، الهيدنج ونكتبه في الفراغ هذا زي ما أنا عاملة هنا Footballers salaries are very surprising. نشوف طبعاً الآن خلصنا من هاي، نشطبها عشان إيش؟ يوضح الخيارات اللي ضايلة أمامنا. عندي هنا it's a situation that makes some people very angry، بحكي لي إنه هذا الوضع موقف بخلي إنه بعض الناس غاضبين. But those who are infuriated by it often forget what players have to do to get to the top. الآن هيني بديت أعرف العنوان get to the top، يصعدوا للقمة، and the risk involved. A new book by Weinbarton tells the story of some of those who fell on the way up. تمام؟ هيني أنا برضو لقيت جزء من العنوان Fell on the way up. These are young men who achieved the dream of playing for the famous club Manchester United. إنه هدول طبعا هم الشباب اللي حققوا حلمهم بأنهم يلعبوا في نادي مانشستر. طبعا الآن هيحكيني عن هدول، يوصف لي إياهم، يعني هيحكي لي عن الأشياء المشتركة ما بينهم، يعني أنا الآن قدرت أعرف برضو جواب سؤال تاني. But only had short careers، لكن كان مشوار قصير. Often because of injuries. الآن بحكي لي هنا take Tony Shell، take young Tony Shell for example who was on his way to becoming a regular first team player when he hurt his leg. وهيني برضو عرفت توني شيل وين الإصابة تبعته his leg and was never able to recover. Or the young forward Daniel Graham who broke his arm. هيني برضو عرفت الإصابة الخاصة بدانيال جراهام. يعني أنا بنحل سؤال قاعدين لكن إيش؟ بنفتح عيوننا على أسئلة تانية، على معلومات ممكن تفيدني في أسئلة تانية. And never played professionally again. فأنا لقيت إنه التايتل المناسب اللي هي إيش؟ Two young footballers fell on their way up.
تو يونغ. مين هم التو؟ اللي هم طبعا عندي هانا توني شيل وعندي هانا دانيال إجراهام. زي ما انا عامله هانا هنكتب التايتل طبعا عندي هانا تو يونغ فوتبولرز فيل اون ذير واي اب. نيجي الى باريغراف 3 بيحكي لي هانا the list of these tragedies goes on. قائمة هذه القصص المأساوية مالها مستمرة. But the story that stands out بيحكي لي stand out. هيني أنا لقيت إيش جزء من العنوان stand out اللي هي تختلف تتميز is that of Giuliano Majorana. مالو جوليانا بيحكي لي هنا at the age of 19 he was playing for an amateur team in Cambridgeshire, England when he was noticed by one of Manchester United's many scout. كان بيلعب في فريق الهواة وطبعا أحد مكتشفي الهواة من نادي مانشستر لاحظه. Who was searching the lower levels. عندي هنا هو طبعا بيحكي لي الذي كان يبحث. مين هو هو اللي هو هذا سكاوت تمام مانشستر يونايتد ماني سكاوت وان اوف مانشستر يونايتد ماني سكاوتس احد مكتشفي الهواء. ايش ماله بيحكي لي was searching the lower levels of football for promising young players انه بيبحثوا عن طبعا لاعبين واعدين لهم طبعا ايش انهم مستقبل تمام. At the first Giuliano thought the offer of a trial for the world famous Manchester club was a joke. طبعا اذا ذكرين انه في البدايه كان مفكر انه العرض كان ايش كان مزحه يعني مش جدي. It wasn't طبعا هي عندي هنا معلم عليها ايش هي it هذه اللي هي الاوفر تمام. It wasn't only months later he played his first match at United's home ground Old Trafford. عندي بعد كم من شهر لعب طبعا على ارض نادي مانشستر. He still remembers the mixture of excitement and terror he felt. طبعا حكينا التايتل عرفته طبعا من بعض الكلمات شبهت عليها. عندي هنا stands out اللي هي طبعا عندي هنا an outstanding story قصة مميزة. حكتبها طبعا في الفراغ هذا. الآن طبعا بضل عندي آخر عنوان يعني طبيعي هحطه هنا. برضو نتأكد يعني إن أساس نشوف يعني إنه صحيح مظبوط أو لا. Tragic end تمام. Unfortunately لسوء الحظ he didn't get on well with the manager. كانت علاقاته سيئة طبعا بالمدير and was soon playing in the reserve team وصار طبعا حنحطه في فريق الاحتياط. It was in a reserve match 2 years later that his knee was badly damaged. طبعا ايش الاصابه تبعته الخاصه فيه ني اللي قبله كان واحد in his arm وواحد in his leg. عندي هنا جوليانو his knee برضو هلقيت هين عرفنا ايش جواب السؤال تبع التابل اصابه كل لاعب. His knee was badly damaged. Soon at the age of 24 his career was finished. إنه مشواره المهني انتهى. For 7 years after that هي عندي هنا that برضو معلم عليها حنلاقيها في الريفرنس طبعا that اللي هي when his career was finished تمام after his knee was damaged okay. He couldn't طبعا بعد ما تصاب he couldn't even watch football. قعد 7 سنين مش قادر يشوف كرة قدم. He now works for his family's business. طبعا هلقيت هو بيشتغل في شغل العائلة back in Cambridge moving furniture and says that he now wishes he hadn't been so good at football when he was young. والآن هو بيندم انه كان طبعا شاطر في كرة القدم. فطبعا هذه الباريجراف الأخيرة العنوان المناسب لإلها اللي هي tragic end قصة نهاية مأساوية اللي هي طبعا نهاية المشوار المهني الخاص بمين بجوليانو مايورانا. وهيك بنكون خلصنا جواب أول سؤال. نيجي الآن نشوف أسئلة الـ WH question مع بعض. طبعاً حنلاحظ أنه أسئلة الـ WH حتكون مرتبة حسب ورود المعلومات في القطعة تمام؟ يعني السؤال الأول حنلاقي معلومته في القطعة قبل معلومة السؤال الثاني قبل معلومة السؤال الثالث وهكذا تمام؟ عندي أنا number one بيحكي لي What is the nationality of Garth Bell? How much money does he earn a year? بيحكي لي إيش جنسية Garth Bell وقديش بيحصل a year الراتب تبعه a year. ناخذ بالنا الآن عندي طبعا Garth Bell من خلال reading عرفنا إنه هو إيش ماله إنه هو Welsh. He is Welsh. It's an عندي هنا It's an opinion sorry
ويلش بلير، عندي هانا غارث بيل، عندي هاي ويلش طبعا جنسيته ويلزي. وبعد هيك حكالي انه his reported salary was around 250,000 a week. هذه طبعا مش هي الجواب، حمشي لحد ما الاقي الراتب الخاص في اير، فلقيت عندي هنا 13 مليون اير، فهاخد طبعا ويلش وهاخد 13 مليون اير وهكتبهم هنا he's a Welsh he got 13 مليون اير. تمام. نمبر 2 بحكي لي هنا according to the text، حسب النص. What makes some people angry about young footballers؟ ايش اللي بيخلي بعض الناس غاضبين من مين؟ من لاعبين كرة القدم الشباب. حنرجع للتكست عندي هنا بحكي لي هنا it's a situation that makes some people very angry. طبعا هذا الكلام بيشابه السؤال، تمام، لكن انا ما لقيتش بعدي طبعا الجواب لانه الجواب سابق لإله. عندي هنا it's a situation، إنه موقف، إنه وضع. إيش هو الوضع؟ اللي هو هذا الكلام إنه young sports stars are overpaid. تمام؟ فحنكتب هنا الجواب football players are overpaid. يعني في عندي أحيانا أسئلة بيكون طبعا بدنا نفهمها كويس لأنه جوابها مش هيكون طبعا لازق فيها على طول، ماشي الحال؟ يعني زي ما شفتوا الآن أنا الجواب لقيته، الكلام اللي بيشابه السؤال لقيته في فقرة، والجواب لقيته في فقرة سابقة. Number 3 بيحكي لي هنا what are the common things among players mentioned in Wayne Barton's book. بيحكي لي ايش الاشياء المشتركه ما بين اللاعبين اللي ذكرت طبعا في كتاب واين بارتون. الان هو حدد لي، يعني انا هركز في التكست على كتاب واين بارتون وحطلع اشوف في اني فقره كتاب واين بارتون لقيته هيو في باراجراف 2. هقرا الكلام الخاص فيها عشان اطلع الاشياء المشتركه، هطلع الجواب. بيحكي لي هنا a new book by واين بارتون tells the story of some of those who fell on the way up. These are young men. هاي بدي يحكي لي عنهم. Young men. مالهم. Achieve the dream of playing for the famous club Manchester United. هاي واحدة. But only had short careers. هاي واحدة. تمام. Often because of injuries. هاي كمان واحدة. والآن هيحدد لي طبعا اللاعبين والإصابات الخاصة فيهم. يعني أنا هيك قدرت عرفت الجواب. إيش الأشياء المشتركة؟ إن هم young، صغيرين في السن. إن هم مالهم short career طبعا بسبب الإصابات. وإيش كمان؟ وإنهم حققوا حلمهم. They achieved the dream of playing for Manchester United. Number 4 بيحكي لي هنا how did the story of Giuliano Maiorana end tragically. كيف قصة جوليانو مايرانا انتهت بطريقة مأساوية؟ طبعا هذا السؤال من السؤال هذا هفهم انه الجواب حيكون في آخر باريغراف، كيف انتهت قصته بشكل مأساوي. طبعا حنروح للباراجراف الاخير، حنعرف من الباراجراف الاخير انه طبعا هو ماله. هنا عندي هنا unfortunately he didn't get on well، حناخذ هذه مثلا didn't get on well with the manager. عندي بعد هيك انه play in reserve team و in a reserve match his knee was badly managed. بنعمل ملخص بنعملهم على شكل فقرات على شكل نقاط زي هيك، بنحكي he played in the reserve team as he didn't get on well with the manager. تمام، هاي نقطة. حاجة تانية his knee was badly damaged in a reserve match and his career finished at the age of 2040. يعني طبعا بنعملهم على شكل نقاط على أساس نبين انه احنا ايش، انه احنا فاهمين الفقرة منيح. تمام، نيجي الآن للtrue or false. بحكي لي هنا decide if these statements are true or false according to the text. Number 1 بحكي لي you hear many people say that young footballers are overpaid. إنه بنسمع إنه عدد من الناس، العديد من الناس بيحكوا إنه لاعبين كرة القدم أجورهم عالية. طبعاً صحيحة، overpaid. Number 2 according to the writer footballers face many dangers in order to be professional. حسب كلام الكاتب، حسب وجهة نظر الكاتب، إنه لاعبين كرة القدم بيواجهوا العديد من المخاطر حتى إنهم بيكونوا بروفيشنال وحتى إنهم يوصلوا القمة. طبعا الكلام صحيح لما حكى لي في باراجراف 2 إنه هدول الناس بينسوا. تمام، those people مالهم often forget what players have to do to get to the top and the risk involved. طبعا الكاتب مؤيد لإيش؟ للأجور العالية اللي بياخدوها لاعبين كرة القدم، لأنه هو متفهم الوضع اللي هم فيه، إنه في طبعا في شغلهم في مخاطر فلازم تكون أجورهم عالية.
نمبر 3 بيحكي لي هنا all football players succeed to get to the top، انه كل لاعبين كرة القدم بينجحوا ويوصلوا للقمة. طبعا مش كلهم، زي ما شفنا انه اللاعبين مشوارهم المهني انتهى من عمر صغير، هم كانوا في طريقهم انهم يصيروا يعني نجوم، لكن صار عندهم اصابات ومالهم وتوقف مشوارهم، فاخر واحده طبعا false. الآن نمبر دي بيحكي لي أنا complete the following table with information from the text and about the players who fell on their way up. عندي هنا التابل، بدي أفهم التابل إيش بده. بيحكي لي هنا بده name of a player of the player، اسم اللاعب، kind of injuries تمام، ونوع الإصابة. طبعا هو حاطط لي هنا 1 2 3، ناخد بالنا بده 3 لاعبين وبده إصابة كل واحد فيهم. احنا في التكست ناخد بالنا انه ذكر عندي 4 لاعبين 4 فوتبول بلايرز، توني جيلو، دانيال، وميرانا، ومين كمان، وغارث بيل طبعا، لكن غارث بيل ما كانش له طبعا تراجيك ستوري وما كانش فيه له انجري، ناخد بالنا من هذه الشغلة تمام. عندي هنا بده اسم اللاعب والإصابة الخاصة فيه. طبعا احنا لما قرأنا التكست وعلمنا على إصابة كل واحد فيهم، عندي هنا توني جيل he hurt his leg، دانيالي جراهام he broke his arm، عندي جوليانو مايورانا his knee was badly damaged or injured sorry. عندي الآن الريفرنس what do these words refer to، عندي هنا 13 مليون طبعا، واحنا بنقرا التكست عرفنا هذه 13 مليون لايش ريفيرز تو وات، طبعا اللي هي ذا ريبورتد سالري فور غارث بيل اير، ناخذ بالنا لازم نحط كلمه ايش اير. لو جاب لي هذه نفس الكلام بس هنغير ايش، هنغير اويك تمام، هنحط هنا ايش، هنحط ذا ريبورتد سالري ذات غارث بيل ايرند ا يير تمام. لو جاب الرقم الثاني اللي هو 250 هنغير هذه ونحط هنا ايش، هنحط هنا ا ويك. عندي هنا هو برضو حكيناها واحنا بنقرا التكست اللي هي وان اوف مانشستر يونايتد سكاوتس، وات برضو حكيناها واحنا بنقرا اللي هي ذا اوفر، وعندي هنا ذات اللي هي his knee was badly damaged and his career was finished. وبهيك طبعا بنكون انتهينا من الجزئيه الاولى الخاصه بهذا النموذج، وهو مناقشه القطعه الداخليه. ان شاء الله الفيديو القادم حيكون لمناقشه القطعه الخارجيه لهذا النموذج. القاكم على خير والى اللقاء.